شكرا معالي الوزير، شكرا أخي العزيز. لا أستطيع إلا أن أعبر عن سروري الكبير بالتواجد مرة أخرى هنا في القاهرة، وجزيل الشكر لمعاليكم والزملاء في وزارة الخارجية المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى المحادثات البناءة المستفيضة التي خضناها اليوم. كان لقاؤنا اليوم حقيقة تأكيد لرغبة بلادي الصادقة في تعميق أوصار الإخوة والعلاقات التاريخية مع جمهورية مصر، وامتداداً لما تشهد العلاقات الاستراتيجية من نمو وتقارب مستمر. بحثنا خلال اللقاء كل ما من شأنه دعم علاقاتنا الثنائية والتعاون والصداقة بين بلدينا، على رأسها الملفات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرها ونقل آفاق أرحب في كافة المجالات. وكما أشار معالي، فهناك خطوات مهمة ننتظرها في الأيام القادمة، منها انطلاق مجلس التنسيق بحول الله، وتحققت في الفترة الماضية خطوات مهمة وإيجابية فيها في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد وصلت استثمارات المملكة خلال فترة 22-23 في جمهورية مصر إلى 1.5 مليار دولار تقريبا، وهذا دليل على استمرار أولا الثقة بالاقتصاد المصري، لكن أيضا الالتزام باستمرار وتعميق هذه العلاقة الاقتصادية والتنموية.